تعقيب بعد حلقة مشاركات أصدقاء القناة. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، انا عندي شوية حاجات اقولها كده بعد الحلقة اللي انا عملناها علشان نشوف المواهب العربية اللي اتقدمت في مشاركات الاصدقاء في الحلقة اللي فاتت. لما انا دعيت لحلقة زي دي ما تصورتش في حتى احلامي ان يوصلني العدد دوت من المحاولات ومن الفنانين الحقيقيين فعلا اللي بيظهروا في عالمنا العربي ومحدش عارف عنهم حاجة. كل فيديو تبعتلي من أقل مستوى فيكو لأعلى مستوى فيكو فنان بمعنى الكلمة، وهيبقى له مستقبل وهيتقدم وهيبقى فعلا لو الأقصى مدى هو عايزه هيوصل له. أرضنا العربية مليئة بالمواهب ومليئة بالكنوز والجواهر اللي محتاجة بس حد يطلعها ويشيل التراب من عليها. انسوا بقى الأنظمة بتاعتنا، مفيش حد خالص هيعمل حاجة لحد، دول خلاص عملاء كلهم وراضيين بحياتهم ديت كده وعايزيننا نفضل زي ما احنا كده. فلازم احنا نتغير بحاجة واحدة بس اللي هتغيرنا، العلم. مفيش غير العلم اللي هيغير، مفيش غير العلم اللي هيغير واقعنا. وخليكوا زي ما انتوا كده على اجتهادكوا دوت، وبإذن الله انا هشوف نتائج باهرة، واتمنى ان الناس تفتكرني بقى يومها بدعوة حلوة كده ان انا كنت انا فتحت بس الباب ليكم. انا ما عملتش اي حاجة غير اني فتحت بس الباب ليكم عشان اشوف كل المواهب دي كلها. الموضوع بقى دخل في الجد، لان احنا كده يعني بقت مسؤولية كمان. يعني دلوقتي انا في ايدي دلوقتي جواهر فعلا، مواهب فعلا عربية كلكم. ناس منكم بعتت تقول لي انها خلصت الالبوم بتاعها فعلا وجاهز ان هو هيبدأ نازل مثلا، يعني انت متخيل يعني في ناس بدأت تفكر في حاجة زي دي دلوقتي. ودلوقتي مع انتشار السوشيال ميديا ومع انتشار العصر الديجيتال، ما بقاش في الحاجة للمنتج بتاع زمان اللي كان لازم تروح له عشان تعمل شريط وعشان تعمل، لا خالص فيش الكلام ده كله. انت دلوقتي ممكن فعلا تعمل اللي انت عاوزه وتنشره فعلا على اي وسيلة ديجيتال، عندك الساوند كلاود وعندك اي تيونز، في اماكن كتيرة جدا ممكن تعملها، والناس بتصل اليها من جميع انحاء العالم، ومن الممكن يرجع لك حتى ربح منها، هو نفس الربح اللي كان بياخده الراجل المنتج بتاع زمان بتاع الشرايط اللي كان بيتحكم في سوق الـ الفن. يعني دلوقتي ما كانش يظهر الا اللي هم عايزينه، اللي هيعملوا فلوس منه، سواء الراجل ده بيقول حاجة كويسة او بيقول حاجة وحشة، او راجل فنان بجد او فنان تعبان، ما فيش عندهم المشاكل دي خالص. طالما هيجيب فلوس خلاص يبقى كويس قوي. وفعلا ولاحظتوا ان في ناس كتير اختفت من على الساحة فجأة، لان خلاص ما بقاش في طلب عليهم، فخلاص ما بقاش في سبب ان راجل اي حد ينتج لهم حاجات، فما بقاش بالنسبة لهم ما فيش، فما صمدوش دلوقتي قدام العصر الديجيتال اللي هو عصر فعلا ديمقراطية الفن. دلوقتي ما بقيناش تحت رحمة اي منتج او تحت اي حد يقدر يتحكم في مخرجكم. فانتوا دلوقتي قدامكم، انتوا عندكم موهبة، اشتغلوا عليها، اعمل اللي تقدر عليه، وابتدي اعمل انتاجك الخاص بيك انت اللي تفخر بيه بعد عمر طويل ان شاء الله في الفن، وتقول لاولادك واحفادك انا عملت ده وعملت ده وعملت ده وعملت ده، والناس كلها تعرف وتقدر انت عملت ايه، حتى لو ما كنتش هتاخد عليه تقدير مادي دلوقتي. انسوا الفلوس خالص. المطلوب بقى دلوقتي ان احنا هنعمل، كل واحد يعمل برنامج لنفسه ويعمل خطة زمنية لمدة 6 شهور. ليه بقى 6 شهور؟ لان انا قررت اعمل حلقة ان شاء الله هتبقى على شهر 10، يعني هيبقى التقديم ليها في اواخر شهر 10، فقدامك 6 شهور، لان 6 شهور في عالم الجيتار ده زمن قصير قوي عشان الناس تعمل بروجرس والناس فعلا تلاحظ تغيير في حاجة هم عملوها. فقدامك ال6 شهور دول كل شهر اعمله برنامج منفصل، انك تجيد حاجة معينة او تخلص حاجة معينة او تعمل حاجة معينة. اللي كان بيعمل البوم منكم يفنش الالبوم في خلال ال6 شهور دول ان شاء الله، عشان يبقى فيه اعلان عنه في الحلقة بتاعتنا. اللي عنده مقطوعات بيشتغل عليها يشتغل، اللي عم بيعمل جريدز او بيشتغل مع مدرس او بيشتغل مع حاجة يعمل المقطوعة اللي هيتقدم بيها في شهر اكتوبر، يعمل المقطوعة اللي هيتقدم بيها في شهر اكتوبر للحلقة. فاحنا عايزين 6 شهور الجايين دول يبقوا شهور مثمرين، وانا هحاول من ناحيتي ان انا احط حاجات تساعد في الموضوع دوت وتنمي شوية قدراتكم، وباذن الله نوصل لحاجة. يعني المحاولة بتاعتنا دي يعني هي محاولة من المحاولات ان احنا كلنا نساعد بعض يعني. فاتمنى انكم تاخدوا الموضوع ده بجدية وحطوا التاريخ ده في دماغكم، اخر شهر 10 ان شاء الله، 6 شهور بالظبط من الان. في بقى تاني حاجة احب اتكلم عنها، هو التزام اخلاقي من ناحيتي، لان في فيديو كان جايلي من صديق انا
لان المصادر بتاعت الفيديوهات بتاعتكم اختلفت جدا. في ناس كانت بتحطولي في تعليق على اليوتيوب، وفي ناس بتبعتولي، في ناس بتبعت لي لينك اليوتيوب، فانا من كتر التوهه ديت فقدت اسم من الاسماء. عمل مقطوعه حلوه هنسمعها مع بعض دلوقتي ونقيمها عشان يبقى مع الناس اللي اتقيمت في الحلقه، وان شاء الله كلكم باذن الله مدعوين لحلقه شهر 10 علشان نشوف انتاجكم بقى عامل ازاي ان شاء الله، ونتالق معاكم في تالقكم الفني اللي هيحصل في الست شهور الجايين دول. نسمع فيديل هيعمل لنا ايه في المقطوعة بتاعته. الله، جميل جدا يا فيديل. فيديل عامل فيديو كليب بالكامل، عامل مقطوعة كاملة ومقطوعة حلوة بصراحة، عجبتني جدا. بس انا لاحظت يا فيديل انك انت، انا اقول لك احساسي يعني، ممكن ده يكون رأيك مختلف عني ولا مانع في هذا على فكرة، لاحظ انك نقلت من الجملة الأساسية اللي انت بدأت بيها، واخد بالك، اللي هي هتعتبر ان ديت جملة التيمة بتاعت اللحن يعني، ودخلت وفضلت تصعد تصعد في الدراما لغاية الاخر خالص، ما رجعتنيش تاني للجملة الاولانية، وكانت جميلة جدا. الجملة جميلة جدا فعلا، تبقى ديت المرجع بتاعي اللي بيرجع كل شوية بعد ما تنقلني الحتة درامية ترجعني تاني للحن الاساسي. بيتهيألي اللحن ده جميل جدا، ممكن يطلع منه حاجة كويسة جدا لو انت بيتهيألي عملت الفكرة دي، يعني حاولت تثبت اللحن الأساسي، التونة الأساسية اللي انت عملتها وصلت لها في الأول دي جميلة جدا، ورجعني ليها تاني كل شوية بعد ما تأدي جزء درامي في المقطوع. يعني ده بناء العمل الموسيقي. يعني انا مش خبير، يعني ما درستش تأليف، لأن الناس اللي درست تأليف دي ده موضوع كبير يعني، ولكن في نظري ان كل حاجة في الدنيا ليها بناء، بحكم شغلي يعني، انا راجل مهندس يعني، فكل حاجة في الدنيا ليها بناء، بداية وقلب، وترجعه تاني للبداية بتاعتك، او ترجعه تاني للتيمة الرئيسية، وبعدين تدخله في قلب حاجة تانية، وبعدين ترجعه تاني في نهاية وتقفل خالص العمل الهندسي او البناء الهندسي بتاعك بتاع المقطوعة. بس عمل ممتاز جدا، وإن شاء الله هنشوف منك بقى أعمال كبيرة جاية في المستقبل. نشوف حلقة في الحلقة بتاعت شهر 10 إن شاء الله حاجة ليك، وأوعدك إنك أنت بإذن الله مش هتتنسي تاني، لأن معلش العتب على نظري أنا يعني. في ملحوظة تانية برضو جات لي على التعليقات اللي على الحلقة من ناس، الناس حتى ما اشتركتش في الحلقة ولكن استمتعت بإنتاجكم كله. فشوفوا انتوا مش عملتوا حلقة عشان تعرفوا بس يعني انتوا ماشيين ازاي والدنيا ماشية ازاي واصحابكم بيعملوا ايه والفنانين بيعملوا ايه زيكم، لا ده في انتوا امتعتوا ناس تانية ما كانتش مقدمة في الحلقة بس قعدت تتفرج وانتقدت الحلقة واستمتعت بيها كمان زي ما انا استمتعت بيها كده. التيونينج بتاع الجيتارات يا جماعة، ظبط الجيتار. بعض الناس قبل ما تشتغل كانت الجيتارات مفرقة شوية، يعني مش طالعة على التيونر مظبوطة.
الجيتارات عادة اللي بتبقى رخيصة الثمن، وأنا آسف أقول كده، جيتاراتنا في المنطقة العربية كلها مش هتلاقي الجيتارات الكواليتي بتاعتها اللي كويسة، هتلاقي غالبا الجيتارات الصيني متسيدة، وهتلاقي حتى الجيتارات اللي موجودة من الجيتارات الكويسة مش الأحلى حاجة في العالم يعني. غالبا بتبقى ضبطها صعب. انا معاكم، الضبط بتاعها صعب، مش مظبوطه، الجيتارات مش مظبوطه نفسها في صناعتها يعني. ولكن لو الاوتار ادمت عندك شويه، انا عندي حيله اتبعتها مع الجيتارات لما كنت بستعمل جيتارات زي دي، هقول لك الحيله دي كنت بعملها ازاي. اما الجيتارات بتقدم عندك شويه، الشد بتاعها بيختلف، فبتفارق من الوتر المطلق للخانه نمره 12، فبيفارق عندك من هنا، تلاقي في فرق بينهم يعني. على ما وصلت من هنا لهنا، المسافات بتاعت الفريتس على طول المسطرة، على الأخطاء بتاعتهم اللي في الصناعة، على الوتر نفسه خلاص استهلك بعد فترة شوية، فبيعمل الفرق دوت. فكنت اما اجي اضبط، بالذات لما ما كنتش احب اصرف فلوس كتير، لان انا كنت بعزف ديلي في مكان يعني، كنت بعزف كل يوم مع بند في مكان، فكان طبعا لو على العزف بتاعي كل يوم مثلا، كنت المفروض اغير الاوتار دي مرتين في الشهر يعني، واخد بالك، بالذات الالكتريك. فكنت بعمل حيلة ان بظبط الجيتار من وسطه يعني، بمعنى ادق الوتر مش هظبطه مطلق، هظبطه على لا، واظبط اللي فوق دوت على مي، واظبط اللي فوقيه دوت على دو او على سي. فكنت اما بظبط الاوتار من وسط المسطره، بعمل توفيق شويه ما بين الاول يعني، بقرب شويه من هنا، في نفس الوقت هنا بتبقى مفرقه مش قوي، وهنا بتبقى مفرقه مش قوي، والنص بيبقى مظبوط، وهو ده غالبا الحته اللي هيبقى فيها اغلب عزفي، فهيبقى غالبيه عزفي مظبوط. فدي فكره ممكن تتبعها، انك تظبط الجيتار من النغمات اللي في النص ديت، واخد بالك، انك تطلع النغمات اللي في النص دي على التيونر، فدي ممكن تظبط معاك شويه الجيتار. فدايما قبل ما تسجل وقبل ما تمسك جيتارك عشان تعزف، عشان تعمل المقطوعه بتاعتك، تاكد ان ضبطه الجيتار بتاعتك مضبوطه على تيونر. هات تيونر او هات الموبايل بتاعك، حطه قدام الجيتار وحمل التطبيق بتاع التيونر، وشوف ضبطه الجيتار من الاوتار اللي في النص دي. طبعا التيونرز مش زي زمان، كانت زمان التيونر مثلا بيعمل 6 اوتار بس، هو 6 نغمات فيه. دلوقتي التيونرز بيسموها كروماتيك، كروماتيك يعني ممكن يعمل اي نوته، اي نوته انت عايز تظبط عليها اي اله. فانت بتحط زي ما هتعزف، هيقول لك دي لا ناقصه شويه، لا زايده شويه، هو ملوش دعوه انت بتعزف اي اله يعني. فانت حطيت اي نوتة على الجيتار من النص، هتقدر تطلع الظبط على برنامج التيونر دوت، اللي هو بيسموه كروماتيك تيونر. كروماتيك يعني النوت البيضه والسوده بتاعت البيانو يعني، كل اي نوتة في الدنيا ممكن تظبط عليها، اي وتر، اي حاجه في الدنيا، اي اله في الدنيا. فدي نقطه مهمة جدا، خلي بالك منها وانت بتسجل حاجتك او انت بتعزف، حتى في العامة او ما تمسك الجيتار كل يوم. بس كده، وان شاء الله تحطوا في بالكم ميعادنا في شهر 10 ان شاء الله بحلقة من دول. فابتدي، اوعى تفكر انها لسه بعيدة، ده 6 شهور بس عشان تجهز مقطوعة وتبقى كويسة، هتاخد لك 3 4 اشهر عشان تجهز الكلام دوت. فتخيل بقى انك انت هتختار لسه المقطوعة اللي انت هتشارك بيها هتبقى ايه، وهتشتغل عليها وتعمل عليها التدريبات. لا، 6 شهور دي وقت قليل علشان تقدر تعمل مقطوعة كويسة جدا، وتقدر تنزلها في فيديو للناس يعني. فأتمنى أنكم تكونوا بخير كلكم إن شاء الله في شهر 10، ونشوف أعمالكم تاني، وأشوفكم الحلقة الجاية.